نتحدث اليوم عن التوازن في حياة المرأة وعن الأولويات في حياتها. بالطبع في هذا الزمان المرأة حملت مسؤوليات كثيرة، هي حملت نفسها في الحقيقة. الله ما حملها كل هذه المسؤوليات داخل بيتها وخارج بيتها. ربما الزمن تغير، ربما الحاجة اضطرتها إلى ذلك، فهذا أمر أصبح واقعيا في مجتمعاتنا المسلمة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. يقول الإمام القرطبي: ألا تطغوا في الميزان، يعني أن أقيموا العدل. وضع الميزان من أجل أن تقيموا العدل. المقصود في هذه الآيات، طبعا شرحها عظيم وشرحها كبير جدا، وممكن أن نستخرج منها عدة مسائل، لكن ما يهمنا نحن في حلقتنا اليوم هو حياة المرأة، التوازن في حياة المرأة. كثير من النساء ربما ينشغلن في أمر واحد ويتشاغلن عن بقية الأمور المهمة في حياتهن. ربما تنشغل المرأة مثلا في مجال الدعوة، تصبح داعية وتخرج إلى العمل كداعية، وهي أشرف مهمة بالنسبة للمرأة أو حتى للرجل، ولكن هناك أولويات، هناك مسؤوليات، قد يكون خروجها من البيت على حساب واجباتها الأساسية. فالواجب الأول للمرأة هو صناعة الأولاد، صناعة الجيل، تربية الجيل، هذا هو واجبها الأول. ثم إذا أرادت أن تنطلق إلى ربما تفريغ طاقات عندها كما نسمع الآن من هذه العبارات، أو تحقق ذاتها أو تؤثر في مجتمعها، فلا مانع في ذلك إذا كان طبعا فيما يرضي الله تعالى ويرضي رسوله. لمن فاتته الحلقة يمكنه مشاهدتها على تابع.